إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين ورئيس تحالف الفتح يتفقان على خطط لإعادة ما تبقى من النازحين لمناطقهم، والأخير يثمن استراتيجية المحافظ بالأعمار. محافظ صلاح الدين يهنئ المرأة العراقية بعيدها ويستذكر تضحياتها في مواجهة الإرهاب. أهالي صلاح الدين يتضامنون مع توجهات المحافظ للارتقاء بمستوى الخدمات ومنع استغلال المال العام. والكاظمي يدعو إلى حوار وطني يغلق أبواب الخطاب المتشنج وغير المسؤول، ويطالب دول الجوار إبعاد العراق عن التصعيد في المنطقة. شكراً لحسن المتابعة، في أمان الله.